البارح يعني كان هناك انفجار على الساعة 8 تاع الليل و40 دقيقة، وهذا الانفجار الحمد لله ما كانوش يعني ضحايا، والحماية المدنية راهم نقذوا الطفل اللي كان تحت الحائط اللي طاح عليه تحت الأنقاض، وكذلك عندنا 11 اللي راهم جرحى نساء ورجال، وكاين برك حريق تاع المرأة رايحين ترونسفيريها دروك للدويرة بعد الإجراءات الاستعجالية البارح في الليل، واليوم رايحين ترونسفيريوها للدويرة إن شاء الله لمستشفى الحروق بدويرة. والحمد لله اللي ما كانتش يعني ضحايا. كانت هناك يعني خسائر مادية لأن الجدران سقطت تاع واحد الكات أبارتمون إثر هذا الحادث. كونا لجنة اليوم صباح تقنية اللي رايحين يشوفوا الأضرار ونتاخذوا، سخرت مع السي تي سي، لا ما كانش مشاكل يعني لا بإمكاني إعادة إسكان يسكنوا لتما يعني نصلحوا ليزابارتومون، نبداو من اليوم نصلحوا ليزابارتومون ويعاودوا غير يخرجوا من المستشفى يروحوا ليزابارتومون تاعهم اللي يكونوا واجدين.